اليوم نروح لولاية بازا لنقف على الأشغال نتاع التوزيع نتاع المياه الشرب من سد كف الدير إذا بولاية بازا سوف تمول كل بلديات ولاية بازا من هذا السد الكبير. إذا نترككم تتابعون والسلام عليكم. مشروع تحويل مياه كاف الدير سيساهم في تمويل أكثر من 13 بلدية في ولاية بازا بالمياه الصالحة للشرب. الوضع حيز الخدمة سيكون عبر 3 مراحل. في المرحلة الأولى ستكون بلدية الداموس وبلدية بني ملك المستفيدتين الأوليتين من الوضع حيز الخدمة الأول. الثاني ستكون بلدية الأرهاط وغورايا والسلمون، والثالث ستكون إن شاء الله بلدية حجرة النص، سيدي سميان، أغبال، وسيدي غيلاس، الشرشال، إضافة إلى تأمين ولاية بازا إن شاء الله. نسبة الأشغال متقدمة، حاليا رانا في 54% نسبة الأشغال الكلية. بالنسبة للأجل، الأجل الأولى 75%، الأجل الثانية رانا في تقدم تاع 55%، والأجل الثالثة رانا في نسبة تقدم تاع 45%.